طب خلينا نشوف هون طاقتك يا برج الدلو. حاليا انت بتقضي اي وقت مع العائلة؟ احتمال يكون هذا زواج، هلا رح نشوف. او انت حاليا في سعادة. خلينا نشوف الشخص اللي وراك. احتمال يكون هو قريب منك، احد الاقارب، او احتمال انت شايفه انه هو مهتم مثلا في الفلوس وفي الشغل، عمليا مهتم في العمل اكتر ومطنشك. شايفه انت كمان انه هو مصدر سعادتك، وانت شايفه هو استقرار بالنسبة لك. طب خلينا نشوف هذا الشخص شو. هذا الشخص حاليا يمكن هذا الشخص متزوج مستقر، لاني انا شايفه هون هو حاليا مستقر. احتمال هذا الشخص مستقر وانت مستقر. هو حاليا بحاول يتوازن، او في وضع التوازن، لانه هو حاليا في وضع علاقة ثلاثية، واحتمال يكون هو حاليا يتزوج او تزوج مثلا جديد، وبحاول انه يتوازن بين عقله ومشاعره. وكمان انت شايفه يمكن انه استقر تزوج، او هو مثلا اميتك في الحياة، هو استقرارك الوحيد، وهو طبعا يمكن مرتبط او متزوج. اعتقد ان هذا الشخص مرتبط او تزوج، وانت يمكن تكون مرتبط وبتقضي وقت مع العيلة، مستقر عائليا، مبدئيا مستقر عائليا. طيب خلينا نشوف شو وضع حاليا. حاليا انا شايفه هو في استقرار، في وضع هو زي ما حكيت لكم، هو التوازن، هو التوازن ومستقر. والشخص هذا متوازن ومستقر، وهو حاليا بيشتغل في موضوعكم، او باي موضوع، بالحكمه وبالاستقرار. يمكن انتم شايفينه انه زي ما حكيت لكم هو مطنشكم، وهو مثلا مو معطيكم مثلا اي اهتمام من ناحيتكم. طيب هذا الشخص حاليا هو في استقرار زي ما حكيت لكم. احتمال يكون انه بيسافر، بيطلع رحلات، او مثلا هو باخد جولات مثلا، انتو شايفينه ومطنشكم ومو مهتم. هو شو مشاعره من ناحيتكم؟ هو مشاعره كأنه هذا الشخص يتمنى انه يوصل لكم رسالة معينة كتعبير عن المشاعر، وكأن هذه الرسالة هي أسف، أو لأنه وأنت بعقله الباطني توأم الشعلة، يعني أنت الحب كله. فهو كأنه أميته إنه إذا أنتوا منفصلين إنه ترجعوا لبعض. عنده أمية في عقله الباطني، ومشاعره من ناحيتك انه عنده أمية انكم ترجعوا يا برج الدلو. طيب هذا الشخص يحبك جدا جدا، هو شايفك انه انت، او مشاعره من ناحيتك انه انت يمكن اصغر منه في العمر. طيب جدا جدا، حاسك انك انت طيب، احساسه مشاعره من ناحيتك انك انت طيب، انه انت بتحكي الكلام الطيب، مش مثلا يعني بحرب او اشي، لا، عندك نوع من الطيبة. هو هيك حاسس ناحيتك انك انت طيب جدا جدا، وهو حاسس المشاعر رايحة لك، انه نفسه يكون فرصة، كمان فرصة، لانه اعتقد هاي العلاقة مو جديدة، هاي العلاقة يمكن لها سنين او فترة طويلة، لا تقل يعني عن سنتين او ثلاث، يمكن انها تكون جديدة سنة اشهر. بس يمكن هذا احساس الشخص انه هو بيعرفك من زمان، من عالم اخر. وهو مشاعر من ناحيتك زي ما حكيت لك، اذا هو زعلك فهو نفسه يتأسف لك. حاليا هو انت شايفه، او هو وضعه الاستقرار، لكن الشخص اللي بفكر فيك جدا 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 جدا، وهو
يعني منجذب لك بطريقة يعني جدا، يعني هو مو قادرين يطلعك من عقلك الباطني. ليش؟ هو شايفك زي ما حكيت لك، لأنه هو شايفك إنه أنت بعقله الواعي شايفك إنه أنت شخصيات متعددة، عندك شخصيات جميلة جدا جدا، يعني أنت بتكون بوقت فنان، ووقت بتكون فيه مثلا كاتب شاعر، ووقت بتكون فيه طبيب، وقت بتكون فيه مثلا تقرأ تارت، يعني شايفك انك انت متعدد المواهب، انت عنده يعني انت طبعا شلون يعني انت عنده شايفك انه انت غير عن الكل، عندك شخصيات عديدة، طيب جدا جدا، مثالي يعني طيبة، وكمان جميل، جميل شكلا يعني جذاب شكلا، يعني هو منجذب لك بالشكل، وكمان هو شايفك انه انت عندك مو شخصية واحدة، عندك 1000 شخصية، يعني ممكن تصير دكتور فجأة، تصير مهندس فجأة، شاعر فجأة، يعني عندك اكتر من شخصية، لدرجة انه مخليته انت في عقله الباطني توأم الشعلة، واحتمال يكون في فرق في السن زي ما حكيت لكم، يمكن هو اكبر منك سنا، او في اختلافات بينكم في الدول، اختلافات بينكم بالعقيدة، اختلافات بالديانة، اختلافات بالجنسية، عدة اختلافات، يمكن انت مختلف عنه في الطبيعة، هو شايفك مختلف، يعني مختلف جدا، عقله الواعي وعقله الباطني شايفك انك انت مختلف، يعني غير عن شخصيته، هو شخصيته مستقر ومثلا وبحب الاستقرار، وانت لا، انت مثلا بتحب تكون تضحك ساعات، بتطلع مشوار فجأة يخطر على بالك، هيك انك عندك اشياء تلقائية، يعني عندك تلقائية لنفسك. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك يعني كمشاعره من ناحيتك شايفك انت، هو شايفك انه انت طيب جدا جدا، وانت بتنغلب بسرعة، او ما بتحب تخوض معارك مع احد، كأنك انت بتسلم سيوفك وبتترك كل اشي، يعني بتترك الناس غدرها للناس، يعني مثلا حدا غدر فيك بتحكي مثلا منه لله انا ما راح اراجع حقي ولا راح اخذ حقي ولا لا، لا. خليه لله ولربنا هو اللي بيعاقبه. شايفك طيب جدا جدا، مسالم جدا جدا، اعتقد هذا الشخص اعتقد انه غدر فيك، او يعني انا شايفه انه هو عمل لك شغلة، كأنه عمل لك نوع من عمل عليك فيلم او